جربت اول موجه انه وقفت، كان شعور حلو. بس لاجيت على لبنان كان اول مره بشوف البحر، صرت شوفهم كيف عم بيعملوا سيرفينج وهيك. مره سابت شفت فوم انه حاولت اعملها كسيرف بورد، قطعتها وقصيتها وسويتها انه صار شكلها كسيرف بورد وهيك. تحمست لانزل فيها على المي جرب. كان بحر شوي كبير. اول ما نزلت عيط لي علي واحمد قالوا لي شو عم تعمل، ما بتخاف تغرق وهيك؟ قلت لهم لا بدي اجرب. He wanted to surf. That's what he wanted to do. And no one could take it away from him because he shaped his own board. And he was ready to do it without a wetsuit. So he really, really wanted it. علي واحمد مثل اخواتي الكبار يعني، بحبوني كثير. بس لعمل سيرفينج عن جد بنسى كل شيء، ما بفكر بشيء ابدا. بحس اذا كنت جاي عم فكر بشيء بس انزل على المي بنسى، خلص ما بقى بفكر. السيرفين غير كل شيء، كل شيء غير.